بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة هدى الشيخ. احنا هنكمل مع بعض اللي ابتديناه بعد التخطيط الاستراتيجي ومهارات قراءة وتحليل القوى المالية. هندخل مع بعض في شوية في بعض ملفات انا لخصت لكم مدلولات النسب اللي بنستخدمها في التحليل المالي. وطبعا لما بنيجي نستخدم هذه النسب بنستخدمها على شركة لمدة زمنية، سلسلة زمنية من 4 ل 6 أو 7 سنوات. احنا نكتفي بالحد الأدنى اللي هو 4 سنوات ونطبق عليها النسب دي. وبعد ما بنكتب هذه النسب هوريكم ازاي الجدول اللي هنستعرض فيه طريقة القراءة والتحليل والتفسيرات المختلفة لهذه النسب، وازاي هنستنبط النتائج من هذه الشركات. طبعا احنا عندنا في نسب اسمها نسب خاصة بالسيولة، ونسب السيولة دي بتكون موجودة في الأجل القصير، عبارة عن أهمها يعني نسبة التداول، وهي الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. وهذه النسبة تعتبر مؤشر لقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة. وهذه النسبة تفيد في دراسة مدى التوازن المالي الذي يحققه المشروع في الأجل القصير. ويوجد معدل مقبول أو معياري لهذه النسبة 2:1، يعني الأصول تكون ضعف الخصوم المتداولة طبعا، علشان يبقى موقف السيولة موقف يمكن الشركة أو المؤسسة من رد التزاماتها أو دفعها في الوقت المطلوب. وعيب النسبة دي إنها ما بتعكسش موقف السيولة على المدار فترة زمنية كاملة، بتتغير بالوقت، كل 4 سنة، كل 5 شهور، كل 7، كل 6 كده. طبعا النسبة دي ممكن يحصل لها تعديل او تغيير، ولا اذا كنا بنشتري اصول ثابتة او بنأجل شرائها او ما سددناش احد القروض قصيرة الاجل. يبقى في الحالة دي في النتيجة بتاعتها نتيجة مضللة عن موقف السيولة الحقيقي في المنشأة، عشان كده بنستخدمها ونستخدم معاها نسب اخرى. ففي نسبة تانية اسمها نسبة التداول السريع، والبعض بيطلق عليها النسبة الحذرية، وهي عبارة عن الأصول المتداولة مطروح منها المخزون على الخصوم المتداولة، أو أقولها بصيغة أخرى هي عبارة عن الأصول المتداولة ناقص الأصول صعبة التحول إلى نقدية، مقدرش نحولها لنقدية بسهولة، محتاجة وقت طبعا، على الخصوم المتداولة. النسبة دي أحد نسب السهولة في الأجل القصير، بتقيس إن هذه النسبة قدرة المنشأة على سداد ديونها في الأجل القصير من واقع أصولها المتداولة سهلة التحول إلى النقدية. وتفترض هذه النسبة أن الأصول صعبة التحول إلى نقدية، مخزون البضاعة والمصروفات المدفوعة مقدما والإيرادات المستحقة. طبعا يجب أن نراعي العناية الكاملة في تقييم النتائج اللي بتوضح هذه النسبة. طبعا هي أكثر تحفظ وحذر من نسبة التداول، لأن احنا مستبعدين من البسط فوق الأصول صعبة التحول إلى النقدية، فعندنا نسبة السيولة دي هي النسبة الإيه الأكثر تعبيرا. هي لها نفس عيوب اللي فاتت، لكن هي طبعا تعتبر البضاعة فيها أكثر أنواع الأصول سيولة، وإحنا لما بنراعي ده في إعداد النسب فبتنتج نتائج. عندنا بعد كده في نسب السيولة في الأجل القصير، وهذه النسب تهدف إلى دراسة قدرة المنشأة على سداد ديونها في الأجل الطويل، دراسة العلاقة بين مصادر الأموال طويلة الأجل واستخدامات طبعا الأموال طويلة الأجل، بتهدف برضو لدراسة الهيكل التمويلي للمنشأة. هي من ضمن النسب دي نسبة إجمالي الدائنون إلى إجمالي حقوق الملكية. بجيب بالإجمالي الدائنون دول أو إجمالي الخصوم في البسط، وإجمالي حقوق الملكية سعر السوق في المقام طبعا مضروبة في 100. وهدف هذه النسبة دراسة العلاقة بين مصادر التمويل الخارجية اللي هي إجمالي الديون ومصادر التمويل الداخلية، وكيفية الاستفادة من توفير الأمان للدائن. طبعا النسبة دي ليها علاقة طبعا بالمخاطر المالية اللي بتعرض ليها المنشأة،
وهناك العديد من المشروعات أو المقترحات الاستثمارية تم تمويلها من خليط من رأس المال المملوك من القروض الخارجية، وده حالة من الحالات النادرة يعني، أن يحول أو أن يمول المشروع بالكامل من أحد مصدره فقط. عشان كده تكلفة رأس المال أو حساب تكلفة رأس المال يعني لازم يتم تضمن تكلفة الاقتراض فيه وكذلك تكلفة التمويل. في نسبة تانية اسمها نسبة إجمالي حقوق الملكية لإجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية على إجمالي الأصول، دي طريقتها، وهي بتوضح مدى اعتماد المنشأة على إجمالي حقوق الملكية في تمويل إجمالي الأصول. طبعا الوضع الحالي مختلف. نسب الربحية عندنا 3 نسب، في نسبة مجرد ربح الإسقاط في المبيعات، برضو دي بنحسبها على مستوى المنشأة ككل وبنشوف المبيعات تقدر تجيب ربح قد ايه. نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات، صافي الربح على صافي المبيعات، وهدفها قياس وتحليل العلاقة بين صافي المبيعات وصافي الربح، والمعدل ده بيتعمل سنوي وممكن استخدمه في تقييم أداء المستويات الإدارية العليا للمنشأة وتحديد الإيرادات، رقم الإيرادات والمصروفات المؤثرة في رقم صافي الربح. طبعا في نسبة كمان هي نسبة صافي الربح الإجمالي حقوق الملكية، والنسبة دي يعني من أهم النسب، هي بتوضح إزاي أستخدم صافي الربح للتعبير عن الربحية بصرف النظر عن تواجد النسب. طبعا في مشكلات إنها بتعتمد على قيمة اسمية دفترية للأسهم العادية وليس القيمة السوقية، ودي ليها معالجة لما بنرفق معها نسب أخرى. نسب النشاط، معدل دوران الأصول يساوي صافي المبيعات على متوسط إجمالي الأصول كذا، يعني يطلع نتيجته بالمرة. والمتوسط إجمالي الأصول أكيد إجمالي أصول أول زائد آخر على 2، والمعيار ده بيوضح مدى كفاءة المنشأة طبعا في إدارة أصولها، وهو من يعني هذا المؤشر ارتفاعه أو انخفاضه عن معدل المتوسط المتعارف عليه في مستوى الصناعة قد يشير إلى وجود مشكلات خاصة بالاستخدام الزائد للأصول أو وجود طاقة عاطلة مطلوب استخدامها. معدل دوران المدينة يعتبر أحد المؤشرات الهامة للحكم على سياسة الائتمان بالمنشأة، وطبعا بنحسبه معدل دوران حسابات المدينين تساوي صافي المبيعات الآجلة على متوسط حسابات المدينين. والمتوسط طبعا حسابات المدينين ده عبارة عن رصيد المدينون وأوراق القبض أول الفترة زائد رصيد المدينون وأوراق القبض آخر الفترة على 2، ويتم الاعتماد على المبيعات الآجلة الارتباطية بشكل مباشر برقم حسابات المدينين. معانا برضو معدل دوران المخزون، وده بيساوي في البسط تكلفة البضاعة المبيعة وفي المقام متوسط تكلفة المخزون. بنعتمد على تكلفة البضاعة بدل من رقم صافي المبيعات علشان يتوافق مع المخزون اللي موجود القيم بالتكلفة موجود في مقام المعادلة مع المعدل. وطبعا فكرة متوسط المخزون تكلفة أول زائد تكلفة مخزون آخر على 2، وهذه المعدل يعني إذا حدث إن هو كان معدل بطيء فده معناه إن هناك مخزون راكد، إذا كان المعدل سريع طبعا في السنوات المقارنة يؤدي إلى عدم قدرة المنشأة على تلبية احتياجات العملاء في الوقت المناسب. نيجي بقى لنسب الآر. نسب الآر دي نسب بتقيس كفاءة المنشأة المالية من الزوايا الرئيسية فيها أو المحاور أو المناطق الفعلية. فعندي معدل دوران الأصول ROA Return on Assets، ودي يساوي صافي الربح على بعد الضرائب على متوسط إجمالي الأصول. طبعا الهدف من النسبة دي دراسة قدرة إجمالي الأصول على تحقيق أرباح، اختلاف أسس تقويم عناصر البسط والمقام، طبعا دي من أحد الملاحظات اللي على هذه النسبة، واختلاف أسس تقويم عناصر المقام نفسها من عنصر لآخر، وده أدى إلى مشكلات في المقارنة طبعا بمفرد. العائد على الاستثمار Return on Investment
بيساوي صافي الربح بعد الضرايب على إجمالي الاستثمار أو رأس المال المستثمر. طبعا حضراتكم عارفين إن رأس المال المستثمر ده بيتحسب أصول متداولة ناقص خصوم متداولة زائد أصول ثابتة، أو نقدر نقول بيساوي رأس المال العام زائد أصول ثابتة، أو بيساوي خصوم ثابتة زائد حقوق ملكية. برضو المعدل الآر الثالث العائد على الحقوق الملكية ROE، وده بيساوي صافي ربح بعد الضرايب على إجمالي حقوق الملكية. وهدف هذا المعدل قياس وتحليل العلاقة بين صافي الربح وإجمالي حقوق الملكية أو حقوق المساهمين. وطبعا بنستخدم صافي الربح ده للتعبير عن الربحية، باعتباره بيعكس اهتمام ملاك المنشأة الحاليين والمستقبلين لهذه نسبة الربحية يعني. طبعا النسب دي بتعاني من نفس نسبة نسب المشكلات السابقة، والبسط مختلف عن قياس مختلف عن قياس المقام. وده طبعا الحل بتاعه او تجاوب يعني، عشان نقدر نعمل تحليل ما بنكتفيش بالمعدل واحد. هنا عندنا اكتر تقريبا، هنا عندنا خمسة عائد الار وبسميها نسب تحليل الار، وعندك نسب كتير في سيولة وفي ربحية، وكل النسب دي بتحليلها بيديك اتجاه مؤشر تقدر تحلل الاوضاع في الاربع سنين مثلا في الحالة العملية اللي هنتناولها، وايه الاسباب هذه التغيرات، وازاي طبعا بتختلف من قطاع او من قطاع صناعي يعني الى قطاع المقاولات الى طبيعه جهات مختلفه. فالموضوع متوقف على الهدف من التحليل بالاضافه الى ما نقوم بتحليله، ما هي طبيعه الشركه، ما هو يعني ما هي الانشطه اللي بتقوم بها الشركه، ايه طبيعه النشاط، الاستهداف الربح او هامش الربح قد ايه، الاداره بتحدد الارباح بتاعتها المتوقعه، البادجت اللي بتتعمل للشركات والتكهن. طبعا احنا لما بنيجي نعمل تحليل بنعمل تحليل على بيانات فعليه تمت في السنوات السابقه، وما بنقدرش نعمل على تنبؤات لان البادجت دي بتبقى مستقبليه. فبنستفيد بس بالمعلومات والاتجاه الخاص بالاداره عشان نقدر نتناسب يعني نوصل لتحليل يتناسب مع المعلومات اللي توفرت اليك من راس يعني في الكلام اللي مكتوب في بدايه الحاله العمليه، او بالنسبه للواقع العملي طبيعه الشركه اللي بتقوم بتقرأ التحليل نتائج التحليل الموجوده للاربع سنوات او للخمسه او للسبعه. عندنا برضو احد عوائد الار اسمه العائد على المبيعات ريتيرن اون سيلز، وبتساوي صافي ربح بعد الضرايب على صافي المبيعات. وطبعا احنا عارفين ان صافي المبيعات هو اجمالي المبيعات ناقص المردودات والمسموحات زائد الخصم النقدي. طبعا هذا المعدل بيقيس ويحلل العلاقة بين صافي الربح وصافي المبيعات، وهذه النسبة لها أهمية كبيرة لأنها بتعتمد على بيانات قائمة الدخل، وهي بتغطي فترة محاسبية كاملة. في نهاية هذه النسب أو مدلولات النسب، احنا بنقدر نفسر ناتج أيضا صافي التدفقات النقدية. بعد ما بنفسر نواتج صافي التدفقات النقدية الثلاثة اللي هي صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، صافي التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار، صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل، مع نسب الآر ونسب السيولة الربحية، فاحنا بيبقى عندنا تصور كبير وواضح لمدى أداء وكفاءة وقوة الشركة. بنقدر هنحلل المنشأة أو الشركة أو المؤسسة يعني أو المنظمة أيا كان، بنقدر من خلال جدول هوريه لحضراتكم بعد المعرض ده، بنقدر نقارن السنوات ببعض وبنوصل لتحليل هذه السنوات وقراءة من وجهة نظر كل باحث فيكم. وبعدين بنعمل عمود لمصفوفة الأصوات ونشوف ايه نقط القوة ونقط الضعف اللي ممكن تقابلنا عند كل منطقة، ايه المنطقة اللي اقصدها انا يعني
عند تحليل القوائم المالية وقراءة هذا التحليل فإحنا بنقسمها لمناطق فعالة. المنطقة الأولى هي منطقة السيولة، المنطقة الثانية منطقة الربحية، المنطقة الثالثة بتقيس كفاءة وفعالية أداء المالي للمؤسسة وهي بنسميها نسب الآر، وبعدين بنتعامل مع التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاثة الرئيسية، وفي النهاية هنعمل صافي التدفقات النقدية الحرة اللي هي المعادلة بتاعتها أمام حضراتكم بتساوي صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل زائد توزيع أرباح مدفوعة ناقص مدفوعات من شراء أصول زائد متحصلات من بيع أصول. طبعا الهدف من المؤشر ده هو بيقيس قدرة المنشأة على تغطية التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، وكذلك جزء من التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التمويلية، وطبعا كل ده باستخدام صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل وهو النشاط الجاري الرئيسي يعني. طبعا هذا المؤشر اللي ختمت به المؤشرات الرئيسية اللي تهمنا عند التحليل وقراءة هذه يعني التحليلات السنوات المتتالية، بيكتسب هذا المؤشر أهمية نسبية كبيرة لاعتماده على بيانات مستخرجة من قائمة التدفقات النقدية. طبعا لو المؤشر ده اداني قيمة موجبة فهو بيعكس قدرة المنشاة على تغطية التدفقات النقدية الخارجة الاستثمارية، وكذلك جزء من التدفقات النقدية التمويلية، واستخدام او اتاحة الفرصة لاستخدام التدفق الحر ده في تمويل بدائل استثمارية جديدة وكذلك سداد الديون المستحقة على المنشأة. ان شاء الله في المحاضرات الجاية هنوضح شكل هذه الحالات العملية، يعني شكل النسب وازاي هنتعامل معاها ويعني كيفية قياس كل نسبة وازاي نقوم بالتحليل حالا ان شاء الله، وشكرا.